يعني عظيم. حضرتك بتقول حاجة يعني في منتهى الأهمية، موضوع يعني إتاحة الثقافة نعم. مؤكد إنه له تأثير على الأجيال كلها. يعني أنا أذكر إنه المسرح في الوقت ده لما أنا كنت في المرحلة الثانوية كنت بحب المسرح، كان المسرح ب9 قروش. يعني أنا اتفرجت على مسرحية عطيل مثلا، كانت عطيل عطيل عرضت في اسكندرية قبل ما تعرض في القاهرة، كانت بطولة حمدي غيث وليلى طاهر، عرضوها في اسكندرية الأول، اتفرجت عليها ب9 قروش. كانت تيجي الفرق بتاعت القاهرة تعرض في اسكندرية في فصل الصيف، كنا بنتفرج عليها بنفس الأسعار. ف احنا بنتكلم على مبالغ لا تذكر، أشياء يعني أقل زهيدة من جدا. جدا. فلما نشوف المسرح بالشكل ده والكتاب زي ما بقول بالشكل ده والحياة حوالينا يعني، لا كان المجتمع يدعو للثقافة. كانت مثلا في سلسلة اسمها سلسلة روائع المسرح العالمي، بتطلع السلسلة وفيها بون، علشان اللي عايز يدخل المسرح اللي يشتري السلسلة دي ياخد البون ويروح يدخل المسرح هو مع حد تاني يعني يقرأ عن بتخفيض، المسرح ويدخل ويدخل المسرح. بتخفيض. فكرة فطبعا جميلة الحقيقة، طبعا جدا. جميلة جدا جدا. طبعا يعني احنا عندنا أسئلة كثيرة جدا خاصة بإنتاجك الأدبي والفلسفي ويعني وأشياء كثيرة جدا، لكن عايزة أتوقف عند شيء ما أعتقد أن حضرتك أثرت فيك هذا الموضوع جدا، حرب أكتوبر. أنا اتخرجت سنة 69، يعني قبل ما بانت النهاية كانت في شهر يوليو كده، قعدت شهر واحد في بيتنا ودخلت الجيش في أول شهر 9 69، وفضلت في الجيش 5 سنين. يعني أول يعني تجربة، عاصرت حرب طبعا أكتوبر. أول تجربة ليا في الحياة العملية هي الجيش. لما نقول الجيش، الجيش يعني الانضباط، يعني الالتزام، يعني كل القيم الإيجابية اللي الواحد ممكن يتعلمها. فالحقيقة الفترة دي أفادتني جدا، أفادتني كمان في إن الحرب الوقت اللي احنا كنا فيه ده كان الجيش جيش، يعني ما كانش فيه دلع. يعني أنا دخلت في وقت، في عز وقت حرب الاستنزاف، كنا ما نقدرش نقعد على وش الارض كده في التدريب مثلا ساعه كامله، اذا تدوي صفاره المزار فنجري ننط في الخنادق. وانا فاكر كويس انه كانت وحدتنا في المعادي مركز التدريب اللي بنتدرب فيه، فالطيران الاسرائيلي كان ساعتها ما كناش، كان في طيران اسرائيلي واطي، ما كانش عندنا اسلحه تقدر تطوله، فجاء صور المنطقة، فجاء أمر إننا نخلي المنطقة دي خلال 24 ساعة. ربما ما حدش يتخيل يعني إيه إخلاء منطقة كاملة فيها عشرات ساعة. الألوف من في يوم الجنود يعني. في يوم. ودونا مكان في ميدان الرماية، مكان معروف دلوقتي هو منطقة التجنيد، ده كان المعسكر. لما رحنا لم يكن في هذا المكان أي شيء يستقبل بني آدمين، لا حمامات ولا مطبخ يعمل أكل ولا أماكن نقعد فيها ولا خنادق. فكان كل عملنا إن احنا قاعدين نحفر في خنادق ونحفر في أماكن للخيام ونشوف مكان مفيش مية كمان، مفيش المية دي كانت مسألة في غاية الصعوبة. يعني الواحد ممكن يقعد من غير أكل، لكن ممكن يقعد من غير مية؟ طب ممكن. يعني هذه التجارب الصعبة صعبة اللي جدا مريتوا بيها أثرت على حياتك الأدبية، جدا. أثرت على يعني عقلك المبدع. انا لحد دلوقتي ما خرجتش من الجيش. ازاي يعني؟ يعني انا لما جيت اختار صورة احطها على صفحة الفيسبوك اخترت صورتي وانا في الجيش. انا حاسس ان انا الجيش بقى خلاص بقى جوايا، بقى انا تحت اتخيل الجلد. ان المصريين كلهم فكرة ان الجيش يعني جزء من تكوينهم، ده تحت شيء الجلد مهم جدا. كامل. صحيح. وبالمناسبة انا في حياتي المدنية كنت بتصرف بنفس الطريقة اللي كنت بتصرف بيها في الجيش، من حيث الالتزام، الجدية في العمل، الحاجات دي، واللي اتعاملوا معايا أظن يعرفوا ده كويس. صحيح.